بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات وملتقيات بوتقة الأسبوعية بعنوان هذه الأمسية، ستكون عن التنمية المحلية الاقتصادية، والتي سيلقيها لنا بمشيئة الله المهندس المستشار أيمن الشيخ. المهندس أيمن حاصل على البكالوريوس في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة الملك عبد العزيز في عام 2003، وهو متخصص وممارس لإدارة المشاريع العمرانية. حاصل على عدد من العضويات، فهو عضو في الجمعية السعودية لعلوم العمران، وعضو في الهيئة السعودية للمهندسين، كما هو عضو في المجلس العالمي للآثار والمواقع الآيكوموس. شغل كرئيس لشعبة التراث العمراني بالهيئة السعودية للمهندسين في دورتها الأولى، كما كان عضو في فريق مبادرة تأهيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج، وهو حاصل على الرخصة الدولية في العمل التطوعي، كما هو مدون في مجالات العمران والأنسنة والإنسان في عدد من المواضيع مثل المصفوفة الحضرية، الأثاث الحضري المستدام، وكذلك التنمية المحلية الاقتصادية. عمل في عدد من الجهات الحكومية من ضمنها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وأمانة محافظة جدة، وفي وزارة الشؤون البلدية والقروية في مكتب تحقيق الرؤية. حياك المهندس أيمن. الله يبقيك إن شاء الله. شكرا على المقدمة الجميلة، وبسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أشكر للأخوة والأصدقاء في مؤسسة بوتقة الاستضافة الكريمة، في حقيقة هي متأخرة، أنا متأخر عليهم جدا، ولكن أتمنى أنهم يسامحوني ويعذروني. الفترة الماضية كنت بعمل على أربع مبادرات. التنمية المحلية الاقتصادية وجدت نفسي خلال هذه الفترة قادر على أنه أنقل المعرفة لها بشكل كامل لكل شخص يرغب أن يكون جزء من هذه المبادرة أو جزء من هذا المفهوم العالمي. أنا أستأذنكم في إطفاء الفيديو وترككم مع العرض على أساس ما يكون في تشتت بأي شكل من الأشكال. الكلمات الرئيسية في التنمية المحلية الاقتصادية: التنمية المحلية الاقتصادية، المنتجات، سلسلة القيمة. تقريبا هذه الخمسة كلمات الرئيسية في موضوع التنمية المحلية الاقتصادية، ويظهر من كل كلمة عدة مجالات. التنمية لوحدها مجال واسع للدراسة ومجال واسع للتطبيقات، المحلية كذلك، الاقتصادية كذلك. المنتجات وموضوع المنتجات وسلسلة القيمة الخاصة فيها، ولكن ما علاقة التنمية المحلية الاقتصادية بمخطط حضري وإقليمي؟ في الحقيقة فقر المجتمعات هو العنصر الأساسي اللي بديت أفكر فيه من خلال اطلاع على واقع المدن، سواء المدن العالمية، مدن في دول أفريقية، في دول أوروبية. الفقر موجود في كل مكان، ولكن هناك قدرة عند المخطط للتحكم فيه من خلال أدوات معينة. أحد تلك الأدوات هي التنمية المحلية الاقتصادية. لذلك كانت النقطة الرئيسية شخصياً للبدء في هذا الموضوع. العرض اللي موجود حالياً أمامكم، لو نبدأ من قائمة التدريب، التنمية المحلية الاقتصادية لها علاقة بالتدريب المجتمعي، لها علاقة بالدعم اللوجستي، لها علاقة بالتواصل مع الشركاء. ولكن خلونا نعرف في البداية كيف لها علاقة بكل عنصر من هذه العناصر. التنمية المحلية الاقتصادية بمعناها البسيط أنه عندنا نطاق جغرافي مكاني فيه مشكلة اقتصادية، فيه مشكلة مجتمعية، الفقر مثلا، وبنحاول أنه نعدل الأوضاع، نزيد فرص التوظيف، ونقلص معدلات البطالة. هذا بشكل بسيط. الإجراءات اللي تتم بعد كذا هي إجراءات احنا نقدر يعني نتحكم فيها من خلال عدة أدوات.
الدعم اللوجستي التكامل، الوصول العالمي، الفرق التنفيذية، تنظيمات التشريعات. من خلال هذا السلايد يتضح لنا أنه المفترض أن الصورة، إذا لو قلنا أن الخط الأزرق هذا هو الصورة الصحيحة والصورة الأفضل أو المثالية، فالخط الأحمر هو يمثل جانب كبير من المدن اليوم ومن واقع الوضع الاقتصادي المحلي لكثير من المدن. إما أن يكون عندنا قصور في الدعم اللوجستي المقصود فيه النقل، الاتصالات وغيرها، أو يكون عندنا قصور في التدريب المجتمعي، أو يكون عندنا قصور أو خطأ في الخبرات المحلية أو الأجنبية في عملية الاستفادة منها. أحياناً كثيراً مراكز الأبحاث هي القصور الواضح جداً فيها، في أنه ما في علاقة بين الجامعات وبين إدارة المدن. التنظيمات والتشريعات برضو في تأخر في تحديثاتها، بمعنى أنه إحنا ما نواجه المشكلة في المدن إلا من خلال أدوات بسيطة. على سبيل المثال، المشكلة الصحية لكثير من المدن اليوم اللي إحنا بنواجهها، بيكون عندنا الحلول لها جمعيات صحية، جمعيات خيرية صحية. الجمعيات الخيرية الصحية هذه بتبذل جهودها، بتبذل مبالغ مالية عالية في سبيل أنه يصل للدواء أو يشترى قيمة الدواء ويعطى للمحتاج. العملية هذه حقيقة ولو كانت جزئياً تعالج المشكلة، ولكنها لا تعالجها بشكل جذري. التنمية المحلية الاقتصادية هي أداة تعالج المشاكل بشكل جذري. بدأت في 1960-1970 بعدة دول من العالم، تطور استراتيجيات المستخدمة في هذه الأداة، حتى أصبحت اليوم أداة ممكنة لمعالجة كثير من المشاكل داخل المدينة. ولكن في واقعنا العربي إحنا عندنا إشكالية المنتجات المحلية. الكثير يتحدث عن أنه في منتج محلي وغير قادرين على إيصاله للأسواق العالمية. الشرط النجمي الموجود أمامكم، إذا كان هذا واقع المنتج اليوم في الوصول العالمي 9/10، في منتجات عندنا وصلت إلى 10/10 في الوصول العالمي، ولكن في منتجات أخرى لم تحقق حتى 1/10. طيب المنتجات المحلية المقصود فيها إيش هي بالضبط؟ هل المقصود فيها المنتجات اللي تصنع من موارد محلية، أو المنتجات اللي تصنع بأيادي محلية؟ المنتجات المحلية هي جميع الصناعات سواء اليدوية أو الصناعية اللي تستهلك موارد محلية وتغذى بموارد بشرية محلية كذلك. لا يعني ذلك أنه التنمية المحلية الاقتصادية تحارب الخبرات الأجنبية، بالعكس، هي أحد أجزاء الحوكمة في الموضوع أن الخبرات الأجنبية تكون موجودة، لسبب أن قدرتنا على الوصول للأسواق من خلال منتج معين لابد لنا من معرفة قيمة هذا المنتج لدى الآخر. القيمة هذه لابد أن نأخذها من أشخاص موجودين في بيئات مختلفة، ما هي بيئة واحدة. اليوم لو نضع في فكرنا أي منتج محلي، فكروا في أي منتج محلي، ضعوا 10 التصنيفات هذه او 9 تصنيفات، ضعوها في كقيمه جوده المنتج، هل هذا المنتج جيد جدا انه يكون منافس بشكل عالمي، نعم او لا، وكم من 0 إلى 10. وضوح سلسله القيمه لنا بالنسبه لهذا المنتج، هل هي واضحه جدا؟ لو فعلا كانت واضحه جدا ما وجدنا اخبار معينه انه في كثير من المنتجات المحليه وخصوصا الزراعيه يباع بقيمة لا تكاد تذكر، ولكن البيع أصبح موجود إما لزيادة العرض أو لقلة الطلب أو لمحاربة. وهذا أحد المشكلات اللي تعالجها عملية التنمية المحلية الاقتصادية. طيب إذا كانت واضحة سلسلة القيمة لهذا المنتج، هل لنا قدرة على التحكم بالسلسلة؟ أحيانا بعض الموارد اللي نستخدمها في بعض المنتجات تكون موارد خارجية ما هي محلية، فهل لدينا قدرة على التحكم في هذه السلسلة بشكل صحيح؟ نعم لا أو لا.
تطوير السلسلة، عملية تطويرها بمعنى خلق منتجات ثانوية من المنتج الأساسي. أحد التحديات اللي اليوم تواجه المنتجات المحلية هي المنافسة المحلية للأسف. كيف يعني؟ أنه عندنا أي نطاق جغرافي معين تجد أن الموارد متشابهة فيه، خذ أي منطقة من مناطق المملكة، مناطق الدول العربية، تجد أن الموارد متشابهة، ولذلك المنتجات تصبح متشابهة، ولهذا عندنا منافسة محلية محلية، وهذا يعني قد يزيد العرض على المنتج هذا بحيث أن يكون الطلب ضعيف جداً، في مقابل يتناقص سعر هذا المنتج بشكل أو بآخر. طيب المنافسة الإقليمية الموجود بين منطقة ومنطقة أخرى، كثير من المناطق تعتمد بشكل كلي على منطقة، على منطقة واحدة، إما لوجود ميناء بحري أو لوجود ميناء جاف داخل النطاق هذا. طيب إيش الصحيح؟ إيش الشكل الصحيح لما نبدأ نخطط على عملية خطة التنمية المحلية الاقتصادية؟ أنا أشوف احتياجات المنطقة بشكل كلي، بعد كذا احتياجات النطاقات الجغرافية داخل هذه المنطقة، إيش هي الميزات التنافسية اللي موجودة داخل هذا النطاق. عناصر الهيكل الرئيسي داخل خطة التنمية المحلية الاقتصادية تبرز من ثلاثة، يعني الهرم حيكون عندنا مركب من ثلاثة أشياء: الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية، وبعد كذا البرامج والمشاريع والمبادرات. الخطة الرئيسية أو الاستراتيجية تشمل الأهداف والمؤشرات اللي إحنا بنعتمدها في عملية التنمية المحلية الاقتصادية. في الخطة التنفيذية يبدأ معنا دور الشركاء والتحديات اللي موجودة لدى الشركاء. هل لدينا شركاء في عملية التنمية المحلية الاقتصادية؟ جميع من يعيش أو يتعامل أو يستفيد من النطاق هذا الجغرافي هو شريك محتمل داخل عملية الخطة، خطة بناء التنمية المحلية الاقتصادية. في البرامج والمشاريع والمبادرات بالتأكيد خلال السنوات الماضية، يعني أكيد سمعت عن مهرجانات بعض أنواع المنتجات المحلية، مهرجان تمور ومهرجان سمك ومهرجان عسل ومهرجان رمان ومهرجان بن، هذه ما هي خطأ وجودها، ولكن هي تقع في الترتيب ضمن العملية التنفيذية، ولكن وجودها بدون وجود خطة استراتيجية للموضوع بمعنى أنه أنت بتقوم جهد كبير وتستهلكه خلال فترة بسيطة، وبعد كذا تبقى إلى الموسم القادم أو الموسم التالي وهكذا. طيب عناصر الدوار الهيكل الاستراتيجي هذه مين يقوم فيها؟ أفضل جهة تقوم فيها خطة الاستراتيجية، القطاعات الحكومية والقطاع العام هو أفضل من يقوم بهذا الدور كوضع خطة استراتيجية تنموية شاملة. بيخلق أدوات، القطاع العام بيخلق أدوات يكون من خلالها التحكم في هذا، في إعداد هذه الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع القطاعات الرئيسية، القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. الخطة الاستراتيجية اللي عدها القطاع العام قد يعد من خلال المرصد الوطني الاقتصادي، بيعمل على مسح كامل جميع المناطق وجميع المدن والمحافظات، ويظهر بالميزات التنافسية داخل هذه المدن والمحافظات والقرى بشكل أو بآخر. هذه الميزات بيعطيها القطاعات الخاصة والقطاع الغير ربحي. دور القطاع الخاص ودور القطاع الغير ربحي هنا بيكون على عملية تفعيل وتشغيل لمكامن القوة في هذه الميزات التنافسية. فرق العمل التنفيذية، الغالب احنا عندنا دائما برامج ومشاريع ومبادرات تعمل عليها من خلال فرق عمل تنفيذية، ولكن بدون وجود مؤشرات. اليوم بدون وجود مرصد وطني اقتصادي محلي بيعطي خطط، وبدون وجود مشاركة من القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي ضمن خطة واحدة متكاملة، بيصنع لنا برامج ومشاريع ومبادرات مؤقتة غالبا. أبرز ثلاثة أمور يتم فيها خطط التنمية المحلية الاقتصادية هي التراث، المواقع البيئية والطبيعية، والعملية الإنتاجية للمجتمعات.
كثير من الدول اللي مرت في عملية بناء خطة التنمية المحلية الاقتصادية تحولت بشكل كبير، بدأت بمواقع التراث ووجدوا أن الميزة الموجودة عندهم ما هي مواقع التراث، كانت الإنتاجية مثلاً. لنفترض هولندا كأحد الدول، بالتأكيد تواجد الورد الهولندي في جميع شوارع مدن العالم هو أحد العناصر والقيمة التنافسية اللي بتبحث عنها هولندا من خلال زراعة الورد. طيب وصولهم لهذا، وصول المنتج لك في أي مدينة وفي أي مكان، هذه قوة عالمية ووصول عالمي. الإنتاجية كذلك من خلال الثقافة، ثقافة المجتمعات، التعرف على المجتمعات. الترفيه أحد الأجزاء اللي بدأنا مؤخراً نهتم فيها كعامل إنتاجي. ليش؟ السبب الرئيسي في الموضوع أنه الترفيه هل هو جزء من الميزة التنافسية؟ نعم، لأنه كل موقع جغرافي له روحه الخاصة فيه، ولابد أنه إحنا نبحث عن أشياء تتناسب مع مواقعنا وبيئاتنا ومجتمعنا بشكل أو بآخر. المعرفة المجتمعية كعنصر أساسي من ضمن الإنتاجية، إحنا بننتج من آلاف السنين وأجدادنا بينتجوا من آلاف السنين، ولكن المعرفة هذه خلال فترات معينة انقطعت بشكل أو بآخر. علوم معينة، علوم مثلاً الفلك، علوم مواقيت الزراعة، مواقيت الحصاد، هذه كلها كانوا إلى 60-70 سنة معروفة عند أجدادنا، ولكن الجيل الحالي مع وجود نشأة عصرية وتحول في الاهتمامات أصبحت هذه المعلومات ما بدون مصادر، هي مجرد موجودة في أذهان الأجداد من بقي منهم حي، وذهب ما ذهب مع الذين توفوا إلى رحمة الله. الواقع الاقتصادي كمشاكل اقتصادية اليوم عندنا في محاولات كثيرة حقيقة إنه إحنا نبدأ نعالج الوضع الاقتصادي قبل وضع خطة التنمية المحلية الاقتصادية. المشاكل الاقتصادية أحدها اللي نعاني منها مثلا التستر. وجود هذه المشكلات الاقتصادية ضمن نطاق جغرافي معين يجعل من الصعوبة أنه تبدأ في طرح خطة تنموية اقتصادية محلية بالشكل الصحيح. لذلك لابد أنك أنت بالشكل المتوازي بينما تبحث عن إعداد خطتك الاستراتيجية، لابد أنك في المسار الآخر تعالج التشوهات اللي موجودة اقتصادياً ضمن هذا النطاق الجغرافي. النطاق الجغرافي قد يكون قرية، قد يكون مدينة صغيرة، قد يكون عدة مدن، قد يكون مدينة كبيرة وضواحي. بعد معرفتك لجميع المشاكل الاقتصادية ضمن النطاق الجغرافي ومسبباتها، تبدأ عملية معرفة التكامل الاقتصادي. التكامل الاقتصادي لو بدأت بين مدينتين، ماذا تعتمد مدينة ألف على مدينة باء، وماذا تعتمد مدينة باء على مدينة ألف، وهكذا هتجد أنه في أشياء تتميز فيها كل مدينة عن الأخرى، كل تجمع سكاني عن التجمع السكاني الآخر. لو بحثت في الخطوط الرئيسية ما هتطلع معك هذه الأشياء، ولكن لابد أنك تدخل في أدق التفاصيل حتى تعرف نوعية التكامل بين مدينة ألف ومدينة باء ومدينة جيم ومدينة دال. بعد معرفتك العناصر التنوع الاقتصادي كمنظومة أو كخطة لإعداد الخطة الاستراتيجية لعملية التنمية المحلية الاقتصادية، يكون دورك لعمل الموائمة المناسبة. الموائمة المناسبة بمعنى أنه لا يكون في تنافس محلي، نبحث عن تنافس محلي عالمي بشكل أو بآخر، نرفع من مستوى جودة المنتج المحلي ليكون منافس عالمي. طيب كيف نقدر نوائم؟ إيش هي الأدوات اللي موجودة اليوم في خطة التنمية المحلية الاقتصادية اللي تساعد أي معد لهذه الخطة إنه يعالجها؟ أحد الكلمات الرئيسية أو كلمة السر في الموضوع هي التكتلات الاقتصادية، إنه يكون عندنا تكتلات ضمن نشاط معين، ضمن منتج معين. هذا التكتل بيعمل على رفع مستوى جودة المنتج بالشكل الصحيح، وثاني شيء بيعمل على تسويق المنتج هذا بشكل صحيح، وبيوفر فرص عمل. لما يرتفع قيمة أي منتج بيتوفر فرص عمل لجميع الأشخاص الموجودين ضمن النطاق. بعد عملية الموائمة هيكون عندنا دور رئيسي ومهم جدا في الجامعات ومراكز البحوث.
حقيقه هي الدور خلونا نقول حجر الزاويه في موضوع التنميه المحليه الاقتصاديه. كيف يتم تطوير اي منتج محلي؟ حاليا هي مبادرات شخصيه، مبادرات مؤسسيه، انه يكون فيه تطوير لمنتج معين من خلال التغليف مثلا، من خلال التسميه، البراند الخاص بالمنتج هذا. في الحقيقه مراكز البحثيه والمفترض انها تاخذ المنتجات المحليه وتقوم بدورها الاساسي في عمليه تطوير هذه المنتجات من خلال اعداد دراسه سلسله القيمه لكامل المنتج او لكامل المنتجات المحليه، ومعرفه فين نقاط الضعف اللي موجوده، فين الفجوات اللي موجوده عندي في كل سلسله منتج، هل هي موجوده في الايادي العامله، هل هي في عمليه التقنيات المستخدمه موجوده، او هي عمليه بحوث ودراسات خلينا نقول توصل الى حد انها تكون تطور جيني كما حدث في الورد في هولندا. الجامعات ومراكز البحثيه دورها لا يتوقف عند ذلك، هي تقوم بعمل دراسات دائمه على المنافس العالمي، لانه انت ما دام بدات توصل للمنافسه العالميه فانت في موضع خطر انك انت تاخذ حيز من السوق العالمي لهذا المنتج. المراكز البحثيه المفترض انها تعمل على اعداد دراسات خاصه بكل منتج من المنتجات. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، هل جميع المنتجات المحليه قادره انها توصل عالميا؟ بشكل او باخر لا. الحقيقه المفترض انه احنا نحدد ما هو المنتج او المنتجات المحليه اللي المفترض نعرف فيها. هل يكفي ان نقول والله احنا عندنا قائمه من 1000 منتج محلي؟ غير صحيح. طيب هل القائمه هذه هل ممكن يكون عندنا عدد المنتجات لا يتجاوز اصابع اليد الواحده؟ نعم ممكن جدا، اذا استطعنا انه نوصل للسوق العالمي وناخذ كامل الجزئيه الخاصه في توزيع هذا المنتج بحيث انه احنا نزيد قاعده الطلب العالمي حتى يرتفع قيمه المنتج محليا. خطه التنفيذ للعمليه هذه كلها تبدا من خلال تاسيس المراكز البحثيه. تخيل ما حتكون عن طريق جهات اخرى، المراكز البحثيه هي اللي حتعمل من خلال الجامعات ومن خلال الدراسات، هي اللي حتعمل على تطوير المنتجات المحليه. بعد عملية تطوير المنتجات المحلية أو عرض الدراسات يبدأ بناء النموذج العمل، لأنه كل منتج مختلف عن المنتج الآخر في عملية ما هو نموذج العمل المناسب لهذا المنتج. نموذج العمل المناسب للتمر مثلا مختلف تماما عن الأسماك، ولا بد أنه مراكز البحثية تعطينا بناء هذا النموذج أو أسس بناء هذا النموذج. الجانب المرادف تماما لنموذج العمل هي دور المنظمات المجتمعية. اليوم عندنا جمعيات تعاونية بتعمل على بعض المجالات، هذا شيء جيد، ولكن هل المطلوب زي ما ذكرنا انه يكون فيه للجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية انه يكون دورها فقط محصور بإقامة مهرجانات لبعض المنتجات؟ طبيعة الحال شيء خاطئ تماما، والمفترض فيه انه مرادفه عمليه التدريب المجتمعيه في هذه المنتجات حتى تنقل المعرفه بالشكل الصحيح وتبدا تبحث عن اسرار عمليه المعرفه المجتمعيه، المعرفه اللي هي موجوده ضمن الاسر، المعرفه اللي موجوده ضمن اصول معينه او شخصيات معينه نبدا نترجمها من اشياء موروثة مذكورة فقط كقصص إلى أشياء واقعية. دور القطاع الخاص ضمن هيكل الدور الرئيسي للتنمية المحلية الاقتصادية، القطاع الخاص يحتاج أولا إلى وجود تشريعات مبنية على المحفزات وليس تشريعات مبنية على الضوابط أو القيود. عملية التنمية المحلية الاقتصادية هي عملية خلينا نقول تكاملية بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي أو القطاع المجتمعي. وجود تشريعات مبنية على المحفزات لنطاق جغرافي محدد، مدينة محددة صغيرة تحتاج أنه مثلا نقول أنه والله هذه المدينة معفية من كذا،
أو مضاف لها كذا من محفزات، إما مالية، إما محفزات نظامية، إما محفزات تملك أراضي وغيره. طيب نوعية الدعم اللي يحتاجها القطاع الخاص، الغالب عندنا أنه الدعم هو دعم مادي، والحقيقة أنه القطاع الخاص أحياناً لا يحتاج الدعم المادي، ولكن يحتاج أن يكون في دعم نوعي معين لحتى يكون عنده قفزة كاملة ضمن نطاق معين وضمن نطاق هذا الجغرافي. الشيء الثالث من خلال الاطلاع على موضوع القطاع الخاص والتنمية المحلية الاقتصادية، هي موضوع الرئيسي، هي التعاقدات الطويلة. متى ما كان القطاع الخاص عنده القدرة على وجود تعاقد طويل المدى مع قطاع حكومي أو مع تعاقدات من خارج نطاق الدولة نفسها، التعاقدات الطويلة المدى هذه مريحة للقطاع الخاص. النقطة قبل الأخيرة اللي هي التمويل، عملية التمويل. الجميع يتحدث إنه إحنا عندنا أفكار جميلة جداً ولكن ما عندنا مصادر تمويل كافية. حقيقة المصادر التمويل بخلاف اللي موجود عندنا مثلاً في اللوحة أمامكم، الدعم الحكومي، صكوك السندات، الشركات العالمية، مساهمين مهتمين، في عنصر تنموي خلينا نقول إنه قد يكون هذا العنصر اللي ممكن يميز خططنا الخاصة فينا محلياً، اللي هي الأوقاف وعملية استخدام الوقف كأداة تنموية. ما زالت ما هي موجودة ضمن دول كثير في العالم، ولكن قد يكون الميزة اللي موجودة عندنا في خططنا المستقبلية أن تكون عملية استخدام الوقف كأداة تنموية. التفكير بهذه الصورة، أنه نستخدم الأوقاف كأدوات تنموية. الشيء اللي يدعم خلق الخطة التنموية الاقتصادية المحلية هو وجود حوكمة واضحة، وجود تشريعات معلنة وشفافة، وجود ثبات حتى في هذه التشريعات والتنظيمات، ثبات أنه لن تغير خلال 10 سنوات، لن تغير خلال 5 سنوات. وجود الثبات هذا يعطي ثقة للقطاعات المحلية والقطاعات الخارجية أنها تأتي وتستثمر في القطاعات الأقل فرص للنمو الموجودة عندنا، واللي لها فرصة مثلاً كمنتج أنه يكون منتج عالمي. الصلاحيات المحددة كجزء من الحوكمة هي شيء مطلوب، صلاحية مطلقة مفسدة مطلقة. لذلك لابد أن نحدد صلاحية مثلاً المركز البحثي، صلاحيات الجهات الحكومية العاملة ضمن هذا النطاق الجغرافي، بحيث أنه ما يكون فيه قوانين تصدر من جهة تضر بالمنتج النهائي. إحنا اليوم على عملية التكامل، لا يكون وزارة ألف تعطي تصريح وزارة باء تعاقب على بعض الأعمال. لابد أن يكون الصلاحية محددة ونطاقات العمل داخل هذا النطاق واضح جدا. الإدارة المحلية كجزء من منظومة إدارة المدينة لا عليها دور، ودورها تفعيل الدور المجتمعي، تفعيل القطاع الغير ربحي في اتخاذ القرارات. ولكن هل الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية قادرة اليوم أنها تعطي تصور؟ هل لديها مراكز دراسات مثلا؟ أبدا. ولذلك لا نكتفي بإنشاء جمعية تعاونية أو جمعية أهلية، بل نتواصل إلى أنه تكون مؤثرة في القرارات، خصوصا لما تكون الجمعية مخصصة لمنتج معين وتطوير منتج معين. ثاني عمليات الإدارة المحلية هي توفير قواعد البيانات العامة. قواعد البيانات العامة، اليوم لو بتبحث عن منتج معين، خلينا نقول مثلا الأسماك اللي موجودة في منطقة جيزان على فرق، كم الإنتاج من هذا النوعية مثلا، نوع معين من السمك خلال الفترة هذه. عدم وجود الأرقام اليوم هي عملية صعبة جدا في عملية أنك تبدأ تفكر في أي منتج من المنتجات. الشيء الثالث اللي يخص الإدارة المحلية هي محاولة تبسيط الإجراءات. جميع القطاعات المفترض أنها تعمل المسؤوليات المكلفة لها من الدولة، ولكن عملية تبسيط الإجراءات هي عملية ترجمة هذه القرارات الواسعة على منتج، على شخص منتج محلي يحاول أنه يبقى على يعني على قيد الإنتاج. دعم الشراكات والتحالفات اللي هي التكتلات،
لابد أن كإدارة محلية وإدارة تدعم الدور المجتمعي، لابد أن أدعم الشراكات والتحالفات من خلال خلق بيئة استثمارية محلية عندها الثقافة وعندها البيئة الاستثمارية الحسنة وعندها الأنظمة الخاصة فيها. طيب تسمح لي أعرض هذه الشاشة الموجودة أمامكم اليوم، هي خلينا نقول الكلمات الأساسية والمفاتيح الأساسية في عملية تطوير الخطة، خطة التنمية المحلية الاقتصادية. ولكن عشان نقدر نوصل لابد نفهم كل جزئية من الجزئيات هذه. الدعم اللوجستي اللي هو مقصود فيه وسائل النقل، لما أحاول أطور منطقة معينة أو محافظة معينة صغيرة، فلا بد أني أبحث عن هل في وسائل تواصل اتصال ومدى قوتها، وهل في وسائل نقل، هل الدعم هذا واصل بشكل أساسي أو أنه لا موجود فوق الحاجة أو موجود أقل من الحاجة. حتى أبدأ أعمل كخطة تنموية، أنا ما حروح أنفذ الخطة التنموية وما زالت الطرق عندي ما وصلت، لا بد أني أعالج البنية التحتية وبنية الخدمات العامة حتى أقدر أبدأ فعلياً في تفعيل أو وجود خطة التنمية المحلية الاقتصادية. التواصل مع الشركاء، التواصل مع المنتجين أولاً الأساسيين، ثانياً التواصل مع الشركاء المحليين والشركاء الخارجيين خارج العالم. لابد أني أنا أتواصل في كل سوق من أسواق العالم، فيه مجتمع، المجتمع هذا لابد أني عندي القدرة على الوصول له، معرفة أوضاعه حتى أبدأ أضع خطة الاستراتيجية بناء على وضع السوق العالمي وليس بناء على وضع السوق المحلي. الفريق التنفيذي والخطة التنفيذية، اليوم لابد أن نترجم المبادرات والمشاريع والمهرجانات الموجودة وفرق التنفيذ اللي موجودة هذه اللي بتعمل لها سنوات في هذا الموضوع إلى عملية تطوير وتحديث لاحتياجات الأسواق، احتياجات المنتجات. لابد أن الفرق التنفيذية هذه يعمل لها إعادة تطوير لمفاهيمهم بخصوص هذه المنتجات. لا يكفي أنه أجمع 10 أشخاص منتجين وأعرض منتجاتهم في مكان عام وأقول خلاص هذا الوضع، هذا الشيء هو الكافي جدا. الخبرات المحلية والأجنبية، اليوم عندنا في جميع المنتجات في خبرات محلية ولكن ما عندنا خبرات أجنبية. طيب إيش نحتاج الخبرات الأجنبية في عملية التنمية المحلية الاقتصادية؟ الخبرات الأجنبية هي توفر عليك عملية نقل المعرفة، مثلا التقنية، التقنيات المستخدمة في الزراعة، وانت بتنقلها بشكل أساسي وبشكل سريع. على عملية المنتج، عملية تطوير المنتجات المحلية، اليوم ابحث أو ضع قائمة مكونة من 10 منتجات محلية واذهب إلى أي سوبر ماركت قريب منك أو مركز تسوق وابحث عن واقع هذه العشر منتجات، هل هي بالصورة اللي أنت تتأملها أو تتفائل فيها؟ ضع المنتج في تقييمك الخاص فيك، هل المنتج هذا قادر على أنه ينافس عالميا؟ أجب على نفسك هذه الأسئلة، حتستطيع أنك أنت توصل لنتيجة أنه هذه المنتجات ماذا تحتاج في إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية. أنا حقيقة بيجي لي نقطة واحدة فقط أستاذ فهد وبعد كذا حنتهي، اللي هو التجارب العالمية. اليوم هل المفترض فينا أنه أنا أبحث في جميع هذه الأشياء؟ الحقيقة لا، لابد أنه أعرف الوضع النجمي اللي زي بالخط الأحمر هذا، أعرفه ضمن كل منطقة،
أنا ما أتكلم مثلاً منطقة مكة المكرمة أنها تكون صورة واحدة، منطقة مكة المكرمة تتكون من عدة مدن، عدة محافظات، كل مدينة وكل محافظة هيختلف فيها هذا التوزيع. منطقة الرياض كذلك، منطقة القصيم كذلك، أي منطقة في العالم أو أي نطاق جغرافي، كل ما وسعت النطاق الجغرافي اختلفت معك الأمور، فلا بد أنك تعرف أي نطاق جغرافي فعلياً. طيب مين الأشخاص أو التخصص اللي يقدر يساعدنا في هذا الموضوع؟ الحقيقة خلوني أكون شوي عنصري تجاه التخطيط الحضري والإقليمي. التخصص هذا بيعطيك المحددات التنموية للمدن، وبذلك يعطيك أنه والله الوضع الجغرافي أو الوضع الجغرافي لهذه المدينة أو تلك المدينة هو المناسب أكثر لعملية وضع خطة تنموية اقتصادية خاصة بهذه المدينة. هل ممكن نقول نفس الخطة لموقع آخر؟ من المستحيل، إلا إذا تشابهت الظروف 100%، وهذا من المستحيلات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا حاضر لكم لأسئلتكم واستفساراتكم، وأتمنى أنه أنا ما أخذت من وقتكم شيء الكثير. الله يعطيك العافية مهندس أيمن، جدا استمتعنا بهذه المحاضرة، واللي تناولت فيها موضوع، يعني ما تناولت فيها موضوع التخطيط من ناحية تصميمية، ولكن اللي يعني هذا اللي اعتدنا عليها دائما، لكن تناولت التخطيط من باب إدارة المدن والتشريع، وهذه يعني أنا أشوفه باب جدا مهم، ضروري أن نكون مطلعين عليه جميعا، ويتم مناقشته باستمرار لمحاولة تطويره على المستوى المحلي والإقليمي. إذا تسمح لي بس ناخذ مداخلات وأسئلة الإخوة الحضور. طبعا راح ناخذ المداخلات الصوتية بدءا بالأولوية حسب رفع اليد. عندنا المهندس فهد، تفضل. حيا الله. مساء الخير جميعا، شكرا مهندس أيمن وشكرا أستاذ فهد، الله يعطيكم العافية. طبعا أنا عندي تعقيب بسيط وسريع، يعني تأييدا لكلام المهندس أيمن، بالطبع إذا كان الهدف هو تنشيط الاقتصادات المحلية البينية بين المناطق، فقد لا نلجأ إلى النظر إلى عوامل الاقتصاد العام أو اللي تسمى الماكرو إيكونوميك. إذا كنا على مستوى المايكرو إيكونوميك فهذا جيد، ولكن أنا أتصور، وهذا طرحه للمهندس أيمن، أنه الهدف الأفضل والأسمى أن نتعدى بالاقتصادات المحلية لكي تكون مساهم رئيسي في الميزان التجاري اللي هو فرق الصادرات عن الواردات. طبعا هذا يخلينا نطلع نشوف ايش العوامل على المستوى المايكرو ايكونوميك. الماكرو ايكونوميك من ضمنها مثلا كم سعر سلعتي انا في الدول المستورده، هل في هناك عوائق جمركيه، هل الدول المستورده تفرض جمرك عالي علي فبالتالي سلعتي انا ما اقدر اصدرها. لان في الواقع ان التجاره المحليه بين المناطق او الاقتصادات هي تساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية، ولكنها ما لا تساهم في تعزيز الميزان التجاري وجلب أموال إلى داخل البلد. فأعتقد أن الهدف النهائي هو التصدير يعني المنتجات المحلية على مستوى المناطق، إنها تنمو وتغزو مناطق أخرى ثم تكون مرشحة للتصدير بالخارج حتى تساهم بشكل جذري في الميزان التجاري. في مقولة يعني مشهورة لمارغريت تاتشر تقول إنه إحنا لا نحتاج إلى استجداء الناس للتداول والتجارة معنا، طالما لدينا شيء يريده الناس في البلدان الأخرى بجودة يتوقعونها وبسعر مستعدون لدفعه. أضرب مثال بسيط عشان أختم، هو تجربة البن في فيفا. أرامكو دعمتهم، جابت لهم شتلات وعملت لهم تدريب ممتاز على أحسن الممارسات لزراعة البن، ومدتهم بشبكات ري. وأهم نقطة سوتها أرامكو أنها فتحت لهم أسواق في مناطق أخرى، هي كبرت السوق لهم، وبالتالي صار اللي كان ينتج طن صار ينتج 5 طن، لأنه بدل ما كان يبيعها في السوق المحلي بس، لا صار هو ما يقدر، ما عنده لوجستيك إنه يتعاقد مع شركات تسويق وباكجينج وتوصل لأماكن بعيدة. فأيضا النطاق الجغرافي عامل مهم، والله يعطيكم العافية وشكرا مرة أخرى. شكرا لك مهندس فؤاد. الحقيقة يعني
أحد الأشياء اللي بيستخدموها الرياضيين وأنا لست منهم، إنه لما يبغى يحمل أوزان 100 كيلو يتمرن على 120 كيلو. فالمفترض إنه إحنا إذا نبحث عن تنافس، إحنا ما نروح ننافس محلياً أو إقليمياً، إحنا نروح نبحث عن المنافسة العالمية، لأن هي المكان الصحيح للعمل، وهي المكان الصحيح حتى توقف إنتاج كثير من المنتجات اللي قاعدة تستهلك الموارد، سواء موارد بشرية أو موارد مائية أو بيئية. صحيح، يمكن أثني على رأي المهندس فؤاد كذلك، من يعني من أسبوع يمكن سمعنا على دخول بعض الجهات الحكومية في دعم تمويل زراعة البن في المملكة، مثل صندوق التنمية الزراعية وإلى آخرها، لدعم المزارعين المحليين في هذا الموضوع. عندنا مداخلة أخرى من الدكتور نايف الغامدي، تفضل. سعد فضلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، شكرا لكم على اللقاء الجميل هذا مع العزيز المهندس أيمن الشيخ، شكرا لكم أستاذ فهد، شكرا للجميع. الحقيقة استمتعنا بالعرض، وأنا عندي تعليق بسيط وعندي سؤال. نبدأ بالتعليق اللي هو يعني ذكرت المهندس أيمن أهمية وجود المعلومات والبيانات والأرقام والإحصائيات، هذه مهمة جدا صراحة، وأنا يعني استشهد بالمقولة الشهيرة اللي هو you can't manage it if you can't measure it، يعني أنت إذا ما تقدر تقيسها ما تقدر تسوي لها إدارة صحيحة صراحة. فالديتا هذه أو الانفورميشن أو الداتا مهمة جدا صراحة. لازال عندنا مشاكل، لازال عندنا مشاكل في كيف نجمع البيانات هذه، وكيف على مدى يعني عصور ماضية أو سنين ماضية، كيف إحنا حتى طريقة جمع البيانات قد تكون ما هي سليمة، نوع البيانات اللي جمعناها قد تكون برها ما هي بنفس المعلومات اللي كنا نبغاها طوال السنين. فلا زال عندنا مشكلة، لكن الوضع يتطور من وقت لوقت، والحمد لله الأمور في تحسن كثير. يعني الاكسسبيليتي للداتا هذه برها يعني تطورت بشكل كبير، كنا نجد صعوبة في الماضي نحصل عليه معلومة، الآن بدأ الوضع يتحسن كثير، هذا شيء جيد صراحة، ويعطينا يعني حتى يعني أنا استشهد برضو بالبيانات اللي جمعتها وزارة التعليم العالي زمان، يعني الآن وزارة التعليم جمعوا بيانات وإحصائيات عن التعليم العالي في الجامعات، وصاروا ينشرون البيانات هذه شبه سنويا يعني أو شبه فصليا. لما بدت المعلومات هذه على الموقع موجودة والببليك يعني يقدرون يوصلون لها، زاد عدد الأبحاث، زاد طلاب الماجستير والدكتوراه اللي يدرسون عن التعليم العالي. ليه؟ لأنه في الرو داتا هذه موجودة، أنت تقدر تبحث عنها، إيش العلاقة بين الداتا هذه والمعلومة هذه أو الحدث هذا أو. فالداتا مهمة جدا تكون موجودة وأكسسبل، هذا يعني شيء مهم جدا. هذا تعليقي. بالنسبة للتساؤل، يعني اللي زار برا وعاش برا يشوف يلاحظ شغلة يعني جيدة صراحة، وأنا أسأل عن هل إمكانية تطبيقها عندنا، اللي هي الستريت ماركت. كل جمعة طبعا احنا نتكلم عن الاقتصاد بسكيل صغير جدا على الكوميونيتي، يعني على المقياس الصغير جدا، المجتمع اللوكلايزد يعني. ففي كل مجموعة كلاستر كذا من المباني أو المجمعات هذه في وسط المدينة، حتى أنا يعني أتكلم عن لندن على سبيل المثال، فيه ستريت ماركت في شوارع معينة، في مجمعات معينة في لندن، في أحياء لندن، وكانت ممتازة جدا. يعني تحصل الناس يجون بالفان حقه يعرض بضاعته، اللي بجنبه اللي بجنبه اللي بجنبه، الشارع هذا يتقفل، في ترتيبات مع البلدية مع الشرطة مع كذا عشان الحركة وعشان كذا، وتحصل الناس، تحصل في سوق ناس تشتري والناس كذا، كل جمعة تحصلها. نفس الوضع شفناه في هولندا، نفس الوضع يعني، بل بالعكس كانت يومين في الأسبوع ما هو بيوم واحد. ما أدري عن التجربة هذه فيما لو طبقت عندنا في السعودية، هل تنجح ولا ما تنجح، أسبابها؟ هذا تسالي، وشكرا لكم، يعطيكم العافية إن شاء الله. الله يعافيك يا رب. حياك الله دكتور نايف، ومرحبا فيك، ولنا زمان عنك. بخصوص تساؤلك واستفسارك، الحقيقة يعني ممكن
خلينا نتكلم عن منطقة عسير اللي أنا موجود فيها حالياً. اليوم في أسواق أسبوعية في منطقة عسير، هذه الأسواق امتدت إلى مئات السنين، يعني التجربة نفسها كان التنوع الاقتصادي هي موجودة، موجود بعض المسميات أخذت من السوق التجاري نفسه، خميس البحر، خميس مشيط، أحد رفيدة، هذه كانت أيام الأسبوع، سوق الثلاثاء عندنا في أبها. ولكن خلينا بعد وجود هذا المكان أو وجود هذا السوق، هل المنتجات اللي تباع في الأسواق هذه هي منتجات محلية فعلياً أو منتجات مستوردة من الخارج ولكن أخذ الخصائص المحلية، أخذ التفصيلات المحلية؟ الحقيقة أنه عشان نسمح بعودة الأسواق الأسبوعية لابد نحدد ما هي المنتجات المفترض أنه إحنا نبدأ ندعمها بشكل صحيح. إحنا ما حنقول والله هذا المنتج ما يدخل المنطقة أو ما يدخل المملكة، ولكن يعني لما تبغى تدعم منتج محلي لابد أنك توقف التنافس الشرس اللي يواجهه من منتجات مستوردة ومن التجار يستوردون هذه المواد أو يستوردون هذه المنتجات. واضح. طيب أنا قد يكون لي تعليق في الموضوع هذا، إحنا ممكن نأخذ تجربة يمكن مشابهة وموجودة محلياً already. الستريت ماركت يمكن تصير تقريباً بعد صلاة الجمعة في جوامع الأحياء داخل الأحياء، ويمكن نشوف أغلب البسطات هي بسطات يعني قد تكون مخالفة أو غير مرخصة أو غير نظامية، ويكون لها فيها قوة شرائية عالية يعني من المصلين ومرتادين هذه الأحياء، بسبب أنه تكون مثلاً قيمتها البسيطة للمواطنين أو السكان أو حتى المقيمين كذلك، فقد يكون هذا الشيء له دور آخر. مهندس أيمن، صحيح. أسواق الجمعة، أو خلينا نحدد أياً يكون الوقت اللي يتجمع فيه الناس لبيع منتجات محلية هو وقت مميز، ولكن ضمن الهيكل الرئيسي للتنمية المحلية الاقتصادية هو يعتبر ضمن البرامج والمشاريع والمبادرات، وضعها أو خطتها مؤقتة، ولكن أنا أبحث عن المستوى الأعلى في عملية التشريعات اللي موجودة لدعم هذه المنتجات المحلية، لدعم الموارد المحلية. وجود سوق كنافذة بيع ممتاز جدا، ولكن لا يكفي، لابد أني أنا أرفع مستوى المنتج، لأن أنا ما أبغى أبحث بالمنتج هذا أنه أبيعه محليا، أنا أبغى أبحث بالمنتج ذا أنه أنافس فيه عالميا. زي اليوم إحنا ننافس كمملكة في سواق البترول، أنا أحتاج أنه مثلا منتج رقم 2 يكون على مستوى العالم هو من المملكة. هذه فكرة التنمية المحلية الاقتصادية، هذا هو الهدف منها. عملية المبادرات المجتمعية والبرامج المؤقتة والصغيرة واللي داخل الأحياء مناسبة جدا كعملية تسويق، ولكن ما هتنقل مستوى المنتج إلى المرحلة التالية اللي إحنا نحتاجها في خطة التنموية المحلية. جميل. عندنا مداخلة من المهندس عاطف الشهري، تفضل مهندس. السلام عليكم، شكرا جزيلا للأخ أيمن والفهد ومنصة بوتقة، موضوع جدا مهم ولازلنا نتأرجح يعني في تعريف المشكلة يعني بين المستوى الصغير على مستوى الحي والمدينة والمستوى المرئي أمامنا مباشرة، وعلى المستوى الاستراتيجي العام اللي شرحه الأخ أيمن، وهذه قضية جدا مهمة. يعني إحدى المشاكل أنه على أي مستوى نتناول هذه القضية، قضية التنمية الاقتصادية على مستوى المدن، أنا أرى أنه لا زال هناك مشكلة عويصة، أنه ما عندنا فعلا يعني حدود للاقتصاد الحضري في الحقيقة، لأنه يعني اقتصاد المدن لا زال، كل مدننا أتكلم المملكة، لا زال تخطيط الاقتصادي وحتى المعلومات والإحصاءات المركزية على مستوى الدولة، ولكن على مستوى المدن قد تكون يعني إما المعلومات جدا نادرة أو
بالنسبة لي يعني أنا كشخص يعني متلقي أو مراقب من الخارج، يعني من خارج المجال التخطيط الاقتصادي أقصد، يعني كل المدن بالنسبة لي متشابهة تقريبا اقتصاديا، لأنها لا تعتمد على نفسها في الحقيقة. وهذه القضية أيضا وردت في المحاضرة السابقة للأخ عبد الرحمن الصايغ، أنه الاقتصاد الحضري وأنه موارد المدينة اللي تنتجها ويعاد استثمارها غير معروفة. قد يكون هناك يعني في أشياء وضحت أمامنا، مثل مثلا إنتاج القهوة في جيزان مثلا أو في محافظة الدائر بالتحديد، أو مثل الرز الأحسائي اللي مع الأسف يعني عرفت عنه عن طريق وكالة رويتر، تقرير بسيط مكتظب لمدة دقيقة تقريبا، وهو يعني سعره أضعاف أضعاف مثلا الأرز المعتاد. القضية إنه ربما أحد مشاكل، وأنا ما أعرف الشيء هذا ولكن أتصور إنه أحد مشاكل النزيف الاقتصادي للمدن إنه لا يوجد يعني منظومة اقتصاد حضري. كل العرض اللي تفضل فيه الأخ أيمن هو عرض يعني بالنسبة لي أنا يعني كشخص مهتم يعني أعطاني الأسس، لكن هل يمكن تطبيق هالأمور هذه كلها على مدينة عندنا؟ لا أعتقد، يعني لا زالت طريقة التخطيط وتوليد الأفكار ومتابعتها لا زالت مركزية. لا يوجد جهاز مثلا في، يمكن تغير الوضع الحالي، لكن مثلا في البلدية أو في محافظة المنطقة أو كذا يهتم بالأمور هذه بشكل يعني يكونوا هم الأونرز لهذه القضية، ويعني سنويا مثلا يقدمون إنجازاتهم. لا يوجد الشيء هذا تماما، يعني أنا أحس أنه لا زال المسألة فيها شيء من التشويش إنجاز التعبير يعني. وشكرا لكم مرة ثانية. حياك الله دكتور عاطف. حقيقة الاقتصاد الحضري في المدن اليوم احنا في، خلينا نقول انه احنا في وسط التغيير الحاصل اليوم. لابد انه التغيير ياخذ وقته كامل حتى تتغير انماط المدن من مركزية الى محلية. وإدارات المدن في المملكة اليوم بدأت تعي هذا الدور المحلي. وجود اليوم أسست هيئة تطوير المناطق لمعالجة هذه القضايا، أن يكون التنظيم والتشريعات فيما يخص كل منطقة من المناطق. عندنا تجربة لها 40 سنة بدون مركزية، ولكن لأنه كانت في رغبة قوية بدخول المملكة في موضوع البتروكيميائيات وانشئت الهيئة الملكية للجبال والينبع ونجحت نجاح باهر. اليوم هل من الصعوبة أنه نخصص منطقة من المناطق أو نطاق جغرافي معين ونبدأ نبحث عن تشريعات متناسبة مع واقع هذه المنطقة؟ بالتأكيد، لأنه في وجود حالات سابقة، ما هو صعب جدا ولكن يتطلب جهد عالي في عملية تحويل النطاقات الجغرافية إلى تنظيمات وتشريعات خاصة فيها، خاصة بواقعها المحلي. جميل. طيب أنا يمكن السؤال المهندس عاطف يقودني لسؤال آخر. مهندس أيمن، في بعض التجارب الناجحة، هي صحيح تجارب كانت على استحياء لكن يعني حققت بعض الأهداف اللي ذكرتها، سواء كانت استهداف الأسواق الأجنبية أو التصدير الخارجي، وهي اللي تساعد يعني إذا كانت بنسب كبيرة حتساهم في تنوع طبعا صادرات المملكة وتنوع الاقتصاد اللي ممكن حيصير في المملكة. ذكروا الأخوان طبعا تجربة البن، كذلك موجود في منطقة تبوك، يعني أنا معلومة عرفتها من قريب، اللي هو إنتاج طائر السمان، يصدرون تقريبا ما يقارب 30 مليون طائر سنويا. عندنا تجارب برضو كمان في مزارع الروبيان في مدينة الليث، عندنا برضو كمان استزراع الكافيار في أحد المناطق الوسطى. فهذه التجارب هل ممكن ناخذها كبنش مارك ونبني عليها تجارب بسكيل أصغر من المعتاد؟ طيب أنا ما هأخذ مشروع من المشاريع اللي ذكرتها
ولكن وجود مشروع أو وجود تكتل ضمن نطاق جغرافي محدد ولا لابد أن يكون له مؤشرات. هل فعلا هذا المشروع أو هذا النتيجة والنجاح هذا حقق أنه المدينة المجاورة له أو المنطقة المجاورة له انخفض فيها معدلات البطالة أو لا؟ هذا أحد المؤشرات أنه هذا المشروع كان مؤثر اقتصاديا بشكل محلي أو لا. أنا اليوم ما أفكر على مستوى منطقة كبرى أو أقليم كبير، أنا قاعد أفكر على مستوى أحيانا قرية. عدم وجود تأثير للمشروعات الكبرى ضمن مجاورة لمدن موجودة، معدلات البطالة مرتفعة في بعض المدن بجنبك مشاريع كبرى، معناته هنا في خلل في تطبيق التنمية المحلية الاقتصادية. لاحظ أنه إحنا لما بحثنا على موضوع التنمية المحلية بحثنا أولا في العنصر المحلي، عنصر المجتمع المحلي اللي موجود في المنطقة، وبعد كده فكرنا بالموضوع الاقتصادي. لا يكفي أنه إحنا نحقق نجاح في المشروع نفسه كمنتج وبعد كده ما يكون له عائد إيجابي على المستوى المحلي والمستوى المجتمعي. جميل. عندنا مداخلة من المهندس سامي الحداد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ فهد، يعطيكم العافية. مبوتقة المهندس أيمن، مخطط أيمن، يعطيك العافية على المحاضرة الثرية اللي تحفتنا فيها حقيقة. وهذه المحاضرة يعني تطرح، تدعي إلى طرح أسئلة كثيرة أو تساؤلات حول موضوع هو حقيقة موضوع متشعب وجميل ومثير أيضا للتفكر يعني. لكن أنا ودي أتكلم بعنوان مساحة الفراغ الموجودة في هذا المجال، مجال الإنتاج وتطوير الاقتصاد سواء على مستوى محلي أو على مستوى إقليمي، لأنك أنت أيضا مرتبط بإقليم محدد. طبعا في هناك ما يسمى الفائض الإنتاجي، وهو طبعا الفائض الإنتاجي يستدعي إلى معرفة طرق الإمدادات سواء من الخارج للداخل أو الداخل للخارج، وهذا طبعا يتطلب إلى توعية في نفوذية المنتج أو لنفوذية المنتج وانتقالها من مكان إلى آخر. لأن قد يكون الاستعدادات المالية موجودة والاستعدادات الفكرية موجودة، لكن هناك غياب توعوي في نفوذية المنتج من مكان إلى آخر أو المنصات اللي هي ممكن تنطلق منها. طبعا هذه أمر مهم جدا لأنه يستوجب إدخال قيمة مالية أو حصة محددة من السوق العالمي إلى المحلية أو للمدينة أو على مستوى إقليمي. طبعا المرصد الحضري لعب دور كبير في إنتاج المعلومة بس للمدينة، لكن يعني أنا أفتقد أو إلى معرفة مرصد حضري إقليمي موجود، يعني الداتا حقتها تنتقل إلى المنتج سواء المنتج على مستوى صغير أو منتج أو الشركات الكبيرة. الشركات الكبيرة استطاعت النفوذية على فكرة وصدرت، وهناك أشياء كثيرة على فكرة وضعت تصدر ووفرت فرص عمل من خلال الشركات أو المؤسسات وعملت دور كبير. لكن هناك شريحة يمكن تتجاوز حتى 70% لديها منتجات مثلا لا تستطيع أن تصدرها، وهذا يعني غياب لفكرة أول شيء التصرف الفائض الإنتاجي المحلي، وأيضا يعني الوجود عدم معرفة من القطاع الخاص، معظم القطاع الخاص على مستوى مايكرو إلى النفوذية إلى السوق العالمي اللي هو، وهذا سوف يسد كثير من فكرة البطالة ورفع الاقتصاد ورفع جودة الحياة اللي إحنا نسعى إلى دائما. ونحن ليس الوحيدين على فكرة، اليوم الصين من تطبيقات موجودة أنا أجيب بضاعة، أي بضاعة أحتاجها بدون الدخول إلى السوق، وبالتالي هناك تطبيقات أيضا يعني ديجيتال نحتاجها أيضا. هذه معرفة ترى تسهل كفهيكل موجودة، وهذه على فكرة اليوم منطقة فراغ يعني. ولذلك اليوم السلعة هنا في بعض السلع لها تهديد من الخارج من خلال تواجدها على فكرة. اليوم السوق صار تطبيق، ولكن هناك أيضا منتجات، وذكر قبل شوية الأخ عاطف مثلا
مثلا الرز الحساوي، التمر مثلا من الأحساء ومن أي القصيم والمدينة المنورة. كان هناك أيضا دورات تدريبية على تصدير هذه الأشياء إلى الخارج، وكثير نجح على فكرة فيها. لكن قطاعات أخرى كثيرة مثلا الناس لا تعرف عنها كثير، تعرف عنها كثير. أنا أعتقد الناس اللي هو على مستوى متوسط، يعني أنا أتوقع الجهات المختصة لما توصل إلى هؤلاء حتى في مزارعهم، إلى في نخيلهم، إلى أماكن إنتاجهم البسيطة، إلى أمكان الخزف على سبيل المثال. عندنا إنتاج الخزف موجود في المنطقة لكن لا يتصدر من إلى 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 الخارج، بل اللي في الخارج يؤتى به إلى هنا. وذاك هناك في مساحة فراغ موجودة غير معروفة. أنا أتمنى يعني، وهذا أنا على يقين أن هناك يعني إن شاء الله دراية على مستوى المستقبل القريب في سد الفراغ الموجود، اللي هي طريقة إخراج هذه السلعة اللي ممكن أنتجها في الداخل إلى على مستوى إقليمي أو على مستوى عالمي على فكرة. وأنا أشكرك على سعة صدرك والاستماع إلى هذه المداخلة واللي ممكن أسمع منك فيها. حياك الله مهندس سامي. حقيقة يعني خلينا نقول إنه في عمل قائم الآن على تأسيس مرصد وطني اقتصادي. أهمه الأساسي هو الموضوع المنظومة الاقتصادية داخل المملكة. فين وصل الموضوع؟ الحقيقة لا أعلم، ولكن يعني كنت جزء في وقت ما من ضمن هذا الموضوع. أتأمل أنه يكون خلال المستقبل أنه يكون أمر واقع، لأنه فعلياً المنتجات المحلية، ولا أقصد فقط المنتجات الزراعية، ممكن يكون عندنا منتج حتى سياحي، منتج صناعي، منتج أي يكون المنتج بآخره، فلا بد أن يكون عندنا خطة لكل منتج، وهل منتجاتنا هذه قابلة إنه تنافس عالمياً أو لا؟ لأنه نستهلك أو نهدر وقت كثير في عملية إنه إحنا ندافع عن منتج محلي فقط لأنه محلي، ما هو شيء منطقي. المفترض أن ندافع عن برفع مستوى الجودة لهذا المنتج. أنا أتفق وياك طبعاً في هذه النقطة. والمنتجات حتى يمكن أحياناً يصير منتج معماري، يعني أنت تصير تصدر مثلاً في إنتاج مثلاً تصاميم أو الوركينج دروينج. الآن الوركينج دروينج تحصل الأمريكان يعملونها في الصين على سبيل المثال، لأنها صحيح. اليد تختلف القيم على سبيل المثال. وإحنا طبعاً لدينا حقيقة، يعني سابق أرامكو أكبر دليل بإمكانية إنتاج الفرد السعودي وتصدير منتجه إلى الخارج متى ما كانت هذا محل فوكس. وأنا كثير أقول إحنا ممكن نكون ليدر في مثلاً في الجرين بيلدينجز، النوهاو اللي صدره حتى على مستوى المنطقة، فقط نحتاج إلى منصات عمل وكوميونيكيشن وتسويق. أيضاً هذا مهم جداً، الدور التسويقي على مستوى الإقليمي وعلى مستوى العالمي. وهناك استعداد في منتجات كثيرة. أنا أتفق معك، مو شرط منتج زراعي، أي منتج ممكن ينفذ إلى أي دولة في العالم، حتى لو من باب التبادل التجاري. اليوم بضاعتنا من الصين تجي كثير، لكن نحن لا أعلم ماذا نصدر إلى الصين حقيقة، لكن ممكن تكون هي بالمقابل أيضا. يعني هذا التعاون أو الحصص الاقتصادية مفترض تكون مشتركة على مستوى المحلي والعالمي على فكرة، وهذا ما يولد الفرص على فكرة لأبنائنا وللجيل القادم. أشكرك. شكرا لك مهندس سامي على هذه المداخلة. مهندس أيمن، عندي بعض أو بعض الأسئلة اللي موجودة معدة مسبقا نتيجة يعني ما شاء الله مشاركتكم في هاشتاج التنمية المحلية الاقتصادية على تويتر. كان ودي أسألك على موضوع، يعني إحنا تكلمنا كثير الآن في المحاضرة على موضوع التصدير التصدير التصدير، هل ممكن تندرج حركة السياحة والزوار من الخارج ضمن خطة التنمية المحلية الاقتصادية من ناحية البيع والشراء؟ صحيح. حقيقة السائح لما يوصل للمملكة هو يهدر موارده المالية على منتجات موجودة عندك، أيا يكن نوعية هذا المنتج. ولكن حتى تتكرر الزيارة لابد أن تكون منتجاتك فعليا في المستوى المأمول أو المستوى المتوقع منها.
لا يكفي أنه يقولون عندنا أجواء طيبة وعندنا مواقع طيبة، لا ما تكفي، لابد أنك تتجاوز هذه المرحلة، إلا أنه سقف التوقعات اللي موجود عند السائح هذا أنت ترفعها كل مرة بمرة. طيب مهندس أيمن، سمعنا كثير بعض يعني من الحركة الاقتصادية موجودة في عدد الدول المجاورة على المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة. حالياً لم يتم تسجيل أي مدينة حرة أو منطقة حرة في المملكة حالياً، هل تكون هذه أحد الأسباب في ضعف نمو المخططات الاقتصادية عندنا؟ المناطق الحرة خلينا نقول أنه هي وإن كانت اقتصادية ولكن الهدف منها ليس مشابه للهدف من الخطة التنموية المحلية الاقتصادية. المناطق الحرة أو المواني الجافة ممكن أو المواني البحرية تعمل على إعادة تصدير يعني كانها ترانزيت لبعض المواد الأولية أو بعض المواد الثانوية. هذه العملية هي عملية اقتصادية بحتة، ويعني ممكن لا تشابه خطط التنمية المحلية الاقتصادية، لأنه الهدف الأول في الخطة التنمية الاقتصادية هو المجتمع المحلي والمهارات المجتمعية الأساسية. عملية تطويرها وتنميتها تقلص الفروقات المجتمعية، تقلص المشاكل الحضرية مثل الفقر المجتمعي، تقلص البطالة، معدلات البطالة، وترفع من مستوى الإنتاجية على المستوى المحلي. فلذلك الموضوعين وإن كان تشابهوا في الأب الاقتصاد ولكن اختلفوا في الأدوات بشكل أو بآخر. طيب مهندس أيمن، هل تشجع على تخصيص مدن اقتصادية تكون مختصة في تشجيع هذا النوع من الاقتصاد، أو تكون على أسكال أصغر تكون مخططات اقتصادية داخل مدن عادية؟ المدن الاقتصادية اللي موجودة اليوم في المملكة ومتنوعة كان لها أهدافها الاقتصادية اللي رأت الدولة وجودها، ولكن أنا أبحث عن محافظة صغيرة في إحدى المناطق وتكون منتجة. من الصعب أن أسس كيانات وضعها داخل هذه المدن الصغيرة، ولذلك أنا أعمل من خلال المحور المجتمعي وأغذيه بتطوير الآليات والتقنيات. الدعم كان يأتي سابقاً من زمان من البنك التنمية الاجتماعي إلى المزارعين في إعطائهم أدوات زراعية، اليوم تحول الدعم فقط إلى دعم مادي. كان الدعم أرض ودعم مادي ودعم، اليوم لابد أن الدعم هذا يتوقف لأنه قاعد يهدر في موارد يعني مصارف أخرى. فلا بد أن أنا أعرف نوعية الدعم اللي يحتاجها هذا القطاع، ولا بد أن أحدد اليوم كقطاع حكومي أو قطاع عام أحدد إيش هي المنتجات اللي أنا أبغى أدعمها فعليا. عملية هدر الموارد المالية فقط لوجود أنه أنا دعمت ليس كافي اليوم. جميل. طيب إذا تسمح لي بس آخر سؤال للمهندس أيمن، أنا يمكن أتفق نوعا ما مع ما ذكره المهندس عاطف الشهري بأن هذه المحاضرة يمكن مرتبطة كثيرا بمحاضرة سابقة اللي ذكرها المهندس عبد الرحمن الصايل في موضوع تسويق المدن. فهل تؤيد مهندس أيمن بتخصيص مناطق يعني في المملكة تكون عليها سمة حرفية أو زراعية أو صناعية، بحيث أنه تثبت الصورة النمطية للمستثمرين أو السكان أو حتى كمان المستثمرين من خارج المملكة؟ يعني ببساطة كيف نفعل هذه خطة التنمية المحلية الاقتصادية، أو بشكل أبسط من أين نبدأ؟ البداية من تأسيس المرصد الوطني الاقتصادي حتى يعمل الخطوة الأولى، وهي مسح كامل الوضع الراهن في جميع مناطق المملكة. بعد كذا عندنا يعني الخطوة الثانية اللي هي مراجعة التحديات الموجودة. كل منطقة من المناطق وكل مدينة من المدن عندها تحدياتها المختلفة. إذا حاولت إنه أنا أصنع هوية للمدينة يعني هوية خلينا نقول موحدة أو ثابتة لهذه المدينة، أكون ظلمتها على المدى البعيد. لماذا؟ اليوم قد يكون المنتج زراعي أو صناعي ورائج ومطلوب عالمياً، ولكن بعد سنوات قليلة المنتج هذا أصبح له بديل من دولة أخرى أو أصبح غير مطلوب.
فلذلك الوضع الاقتصادي في هذه المدينة اللي اعتمدت كليا على المنتج هذا حيكون في عندها إشكالية كبيرة. الخطوات اللي يتبعها المرصد الاقتصادي، المرصد الوطني الاقتصادي، انه تشجيع داخل هذه المدن على عملية انه فعليا انا احول الموارد المحلية الى منتجات، بلاش اجيب موارد اولية من خارج المملكة واحولها الى منتجات. الهدف انه احول الموارد المحلية الى منتجات. هنا العملية الصعبة، هنا العملية التصنيع الإنتاجية، وهنا كان الشيء الموجود لسنوات طويلة، وهنا النقطة اللي لابد نرجع منها ونبدأ منها من جديد. شكرا لك مهندس أيمن. يمكن وصلنا الآن لختام هذا اللقاء. يمكن أحب أوجه الأخوة الحضور للمشاركة في هاشتاغ التنمية المحلية الاقتصادية اللي أسسها المهندس أيمن الشيخ لإثراء المعرفة والنقاش أكثر على منصة تويتر، وكذلك أدعو كذلك متابعة حساب المهندس أيمن الذي خصصه أيضا على موضوع التنمية المحلية الاقتصادية اللي هو بعنوان @ISPLED لمتابعته ومتابعة وانضمام أكثر لهذا العنوان بعنوان التنمية المحلية الاقتصادية. مهندس أيمن، كنت ضيف عزيز علينا، نشكرك جزيل الشكر على جهدك ووقتك في مشاركتك معنا في هذا اللقاء. حياكم الله جميعا، وأنا زي ما ذكرت في بداية المحاضرة تأخرت عليكم بوتقة، ولكن لأنكم غاليين ونمون عليكم تأخرنا عليكم. الله يعطيكم الصحة والعافية. شكري لجميع الأخوة الحضور، شكري لجميع الأخوة اللي تداخلوا معنا، وأرحب في أي سؤال أو استفسار سواء على حسابي الخاص في تويتر أو على حساب التنمية المحلية الاقتصادية اللي موجود على تويتر. كذلك الشكر موصول للأخوة الحضور لحضورهم لهذا الملتقى، ونود التنويه بأن هذا المحاضرة مسجلة وسيتم إن شاء الله رفعها على قناة بوتقة في اليوتيوب. بإمكانكم مشاركة الرابط لمن لم يسعفه الوقت لحضور هذا اللقاء. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي بكم بمشيئة الله مساء يوم الثلاثاء القادم بضيف جديد وعنوان آخر. شكرا لكم، حياك الله.